بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله نسمات لطف إذا همبت على مريض غفلة شفته، وإن لك نفحات إذا توجهت إلى أسير الهوان أطلقت، وإن لك عنايات إذا لاحظت غريقا في بحر ضلالة أنقذت، وإن لك سعادات إذا أخذت بيد شقي أسعدت، وإن لك لطائف كرم إذا ضاقت الحيلة بمذنب وسعت، وإن لك فضل ونعما إذا تحولت إلى فاسد أصبحت، وإن لك نظرات رحمة إذا نظرت بها إلى غافل أيقظت، اللهم هب لي من لطفك الخفي نسمة تشفي بها غفلي، وانفحني من عطفك الوفي نفحة طيبة تطرق بها أسري من وثائق شهوتي، واحفظني بعين عنايتك ملاحظة تنقذني بها من بحر الضلالة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. لازلت محبة الايمان عبر اثير اذاعة القرآن الكريم، نترككم مع اخبار الصحيح باللغة العربية. اخبار الصحيح مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الساحل، معكم في تقديمها أمين حدار. استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى الممثل الخاص للأمين العام الأممي